إيران تعلن احتجازها سفينة تابعة لإسرائيل في مضيق هرمز، وواشنطن تجدد دعمها لتل أبيب في وجه أي هجمات. مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، ومطار العريش يستقبل طائرات المساعدات الدولية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل العدوان على غزة لليوم 90% على التوالي، وارتفاع الحصيلة لنحو 33,700 شهيد. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الحرس الثوري سيطر على السفينة MSC أريس التي قالت إنها مرتبطة بإسرائيل. وأوضحت الوكالة الإيرانية أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات البحرية الخاصة تابعة للحرس الثوري اعتلت السفينة التي ترفع علم البرتغال واحتجزتها بينما تقوم بنقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. وفي المقابل أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إيران تنفذ عملية قرصنة على حد وصفه، فيما اعتبرها انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران. ومن جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أن إيران ستتحمل العواقب في حالة تصعيدها للعنف في المنطقة. وفي هذا الإطار شدد الجيش الإسرائيلي على أنه في حالة تأهب قصوى لصد أي عدوان إيراني آخر، مشيرا إلى الاستعداد للرد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن كل القوات على هبة الاستعداد، وعشرات من الطائرات تقوم بدوريات في إطار الاستعداد للتهديد الإيراني. أضاف الجيش الإسرائيلي أنه تقرر إلغاء الأنشطة التعليمية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة. الله أكبر. حالة من الترقب الحذر كانت تعيشها إسرائيل انتظارا واستعدادا لهجوم انتقامي مباشر أو غير مباشر من إيران ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. واليوم أصبحت إسرائيل على موعد مع أولى حلقات الرد الذي انتظرته لأيام بعد قيام الحرس الثوري الإيراني بإعلان السيطرة على سفينة ترفع علم البرتغال ومملوكة لرجل أعمال إسرائيلي. تعود القصة لمطلع الشهر الجاري عندما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة الجوية في دمشق ولم تنفها، وعلى الرغم من ذلك اتهمتها إيران بالضلوع في الهجوم، مؤكدة ضرورة معاقبة إسرائيل على عملية تقول طهران إنها تعادل هجوما على الأراضي الإيرانية. وفي وقت تؤكد فيه إسرائيل وجيشها استعدادها للتعامل مع كل السيناريوهات، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل عاجلا وليس آجلا، محذرا طهران من المضي قدما في ذلك، ومؤكدا التزام واشنطن بدعم إسرائيل ومساعدتها والدفاع عنها. صحيفة وول ستريت أشارت إلى مسارعة الولايات المتحدة بإرسال السفن الحربية إلى مواقعها لحماية إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة على أمل تجنب هجوم مباشر من إيران على إسرائيل. وكالة رويترز بدورها نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن طهران نقلت لواشنطن عبر وسيط أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها على نحو منضبط وغير تصعيدي، ويستهدف تجنب تصعيد كبير، وأنها لن تتعجل في ذلك. الرسائل الدبلوماسية على غرابتها والسيطرة الإيرانية على السفينة الإسرائيلية اليوم هو بداية لاكتشاف نهج إيران في الرد على هجوم القنصلية في دمشق، لتكشف الأيام القادمة عما سيسفر عنه هذا التصعيد وما سينتج عنه من آثار بالمنطقة المنهكة بالصراعات من الأساس. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن قرر اختصار العطلة الأسبوعية بولاية ديلاور
والعودة إلى واشنطن للتشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط. وطلب البيت الأبيض إيران بالإفراج فورا عن السفينة التي احتجزتها. وفي غضون ذلك أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوف جالنت لمناقشة التهديدات الإقليمية. وجدد أوستن تأكيده على موقف واشنطن الثابت بالدفاع عن إسرائيل قائلا إن إسرائيل يمكنها الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات من جانب إيران. يواصل مطار العريش الدولي استقبال طائرات المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرتي مساعدات إنسانية من بلجيكا والإمارات. وأوضح مصدر بالمطار أن الطائرة البلجيكية تحمل على متنها 31 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما تحمل الطائرة الإماراتية أكثر من 19 طنا من المواد الغذائية. وبلغ إجمالي عدد طائرات المساعدات التي استقبلها المطار حتى اليوم 747 طائرة، منها 607 طائرات مساعدات و 140 طائرة وفود دولية. والمزيد حول حركة دخول المساعدات واستقبالها يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث بالطبع عن يعني مجهودات مصرية متنوعة على جميع الأصعدة، من الجهود الدبلوماسية للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، من إدخال المساعدات الأرضية عن طريق بوابة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، أو حتى عن طريق الإنزال والإسقاط الجوي للقوات المسلحة المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية على شمال قطاع غزة. نتحدث بالطبع عن أعداد كبيرة دخلت خلال أيام عيد الفطر، برغم أنه إجازة رسمية إلا أن معبر رفح كان يعمل على قدم وساق، وتم إدخال ما يقرب من 1000 شاحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ولكن الأكثر أهمية هي مواد البترولية من الغاز والسولار ليتم استخدامها في يعني المستشفيات وغيرها من الأماكن الحيوية لاستخدام الطاقة داخل قطاع غزة. هذه هي أيام العيد. أما اليوم فبالطبع قوات الاحتلال دائما تعرقل دخول هذه المساعدات بشتى الطرق. اليوم هو يوم السبت وهو إجازة رسمية عند الطرف الآخر أو عند قوات الاحتلال، وهو ما يمنع ويؤخر دائما ويعرقل دخول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن هذا لم يوقف المجهودات المصرية والضغوطات المصرية لدخول هذه الشاحنات للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. هذا أيضا لا يمنع استقبال مطار العريش الدولي لعدد من الطائرات، مثل الطائرة الروسية التي محملة بعدد كبير من الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية دخلت وصلت إلى مطار العريش الدولي، وتم تحميل هذه المساعدات على يعني الشاحنات يتم نقلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري، ثم تتحرك بعد ذلك إلى الجانب الآخر إلى الأشقاء في قطاع غزة. أيضا استقبال المصابين ما زالت المستشفيات على أهبة الاستعداد في شمال سيناء، في بئر العبد، في العريش وغيرها من المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة في القاهرة لاستقبال المصابين الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج هنا. كانت الأمم المتحدة ومجلس الأمن واليونيسيف كانوا قد حذروا من يعني تداعيات المجاعة والإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة بشكل عام، ووجهوا بتيسير دخول المساعدات لأن قوات الاحتلال لا تلقي بالا لهذه التوجيهات. ومع ذلك الجهود المصرية ما زالت مستمرة في محاولة لإدخال هذه المساعدات بشكل دائم ومستمر للتيسير والتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. جهود حثيثة تتبناها مصر لإيقاف الحرب في قطاع غزة، والتي حرصت دوما على تأكيد مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية. وترتكز تلك المقاربة على عدة نقاط أساسية،
منها مساعى الوصول إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. المزيد مع سارة نجيب. أهلا بحضراتكم. تحركات ومسارات عدة تتبناها مصر لوقف الحرب على قطاع غزة. فقد حرصت القاهرة خلال العقود الماضية على التأكيد على مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية التي تعتبرها قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي. المقاربة المصرية لحل القضية الفلسطينية ترتكز على محاور أساسية عديدة، منها أنها البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية تكمن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس المحتلة، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين. تلك المقاربة فرضت على مصر التحرك المتزامن في عدة مسارات في آن واحد للتعامل مع الأوضاع التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية الميدانية والسياسية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث اشتبكت مصر بشكل دائم مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة والإشراف على صفقة جلعاد شاليت ودورها الرئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة ودورها في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021، والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار. عقب 7 أكتوبر أكدت مصر على جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد في قطاع غزة، على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى. وقد جاء هذا التأكيد على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن بشكل واضح أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر، معتبرا أن مثل هذه الخطوة تهدف في الأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية. خلال قمة القاهرة للسلام في 21 أكتوبر الماضي، طرحت مصر الخطة الأكثر واقعية لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرك قدما وبشكل إيجابي لإيجاد حل نهائي للمعضلات التي تكتنف القضية الفلسطينية. تضمنت هذه الخارطة تصورا شاملا لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي، وتستهدف في المقام الأول تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة إحياء مسار السلام من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية. تحركات مصر تجسدت في الاتصالات المكثفة والعاجلة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تصاعد وتيرة الحرب مع كل الأطراف سواء الإقليمية أو العربية أو الدولية، لتلعب مصر الدور الرئيسي في محاولات البحث عن صيغة فعالة لوقف إطلاق النار. وقد أسفرت الجهود المصرية والقطرية المشتركة إلى التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع في نوفمبر الماضي، تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة وإيقاف تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بشكل جزئي في أجواء شمال القطاع، مع التبادل التدريجي للأسرى والمحتجزين من النساء والقُصّر بين الجانبين، وسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات. على المستوى الإغاثي والإنساني لم تدخر مصر جهدا، بداية من الضغط لإدخال المساعدات ومرورا بإنشاء الخيام ومراكز الإيواء ووصولا إلى المشاركة في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات
تزامنا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي، والتي بلغ عددها حتى الآن 582 طائرة، مع قرب انتهاء القاهرة من مخيم خان يونس للنازحين الفلسطينيين من ضمن سلسلة من المخيمات التي حرصت مصر على إقامتها في منطقة جنوب قطاع غزة، ذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين قسريا من وسط وشمال قطاع غزة، فضلا عن الترافع أمام محكمة العدل الدولية. تعد الحصيلة الحالية للجهد المصري على المستوى الإنساني والإغاثي في قطاع غزة هي الأهم والأكبر، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%، وبلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح منذ أكتوبر الماضي 10,868 طنا، ونحو 10,235 طنا من الوقود، ونحو 129,329 طنا من المواد الغذائية، و 26,364 طنا من مياه الشرب. كما بلغت كميات المواد الطبية التي دخلت القطاع من معبر رفح 43,073 طنا، بجانب 123 سيارة إسعاف مجهزة. ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الإنساني على عمليات إدخال المساعدات، فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الآن 3,706 مصابين فلسطينيين. لتستمر الجهود المصرية الحثيثة طالما استمرت أزمة قضية العرب والمسلمين الأولى، فالقضية الفلسطينية ستظل وستبقى في قلب وعقل القيادة السياسية، وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة على الدوام حتى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. أعلنت حركة حماس أنها سلمت اليوم ردها على مقترحات الهدنة خلال جولة المحادثات الأخيرة إلى الوسطاء في مصر وقطر. وجددت حركة حماس تمسكها بمطالبها التي أكدت عليها خلال الجولات السابقة، والتي تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات، والبدء في عملية الإعمار. كما جددت الحركة استعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للمحتجزين والأسرى بين الطرفين. وفي الأثناء تشهد شوارع تل أبيب تظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو بشأن التصعيد الجاري مع قطاع غزة. وطالب المتظاهرون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة في أسرع وقت. هذا وأعرب أهالي المحتجزين عن قلقهم من تضارب المصالح العامة والشخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 90% على التوالي، حيث كثف جيش الاحتلال قصفه على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة ومدينتي خان يونس ورفح جنوبه. وأوضحت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال جدد قصفه لمدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في المخيم الجديد بالنصيرات، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية، فيما شنت مقاتلات الاحتلال غارات عنيفة طالت مناطق متفرقة بالمحافظات الوسطى وعددا من الأحياء السكنية في قطاع غزة.
وفي الأثناء أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين للعدوان الإسرائيلي على القطاع إلى ما لا يقل عن 33,686 فلسطينيا وإصابة 76,309 آخرين منذ 7 أكتوبر. أضافت السلطات الصحية في غزة أن 52 مواطنا فلسطينيا استشهدوا وأصيب 95 آخرون خلال عدد من المجازر ارتكبتها قوات الاحتلال في آخر 24 ساعة. أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن إسرائيل ما زالت تعرقل إدخال وتوزيع الإمدادات المنفذة للحياة والمنقذة للحياة إلى أهالي قطاع غزة. وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن انعدام الأمن الغذائي بغزة وصل إلى مستويات كارثية، وحذر المرصد من زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية الحاد والأمراض المقترنة بهما، حيث وصل عدد الأطفال الذين ماتوا بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 28 طفلا. قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة إن حرارة الجو تزداد بشدة في غزة، ويحصل الناس على كمية قليلة من المياه، وهو ما تسبب في ظهور عدد من الأمراض. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن استهلاك الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي يؤديان إلى أمراض عديدة. معاناة إنسانية جديدة يعيشها أبناء غزة الصامدون، واختبار جديد لضمير الإنسانية علّه ينجح هذه المرة. فبسبب صعوبة الحصول على المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة، تسود المخاوف في غزة من انتشار الأمراض والأوبئة المنقولة عبر المياه الملوثة. منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في غزة جيمي ماجولدريك قال إن حرارة الجو تزداد بشدة في غزة، ويحصل الناس على كمية قليلة من المياه، ونتيجة لذلك ظهرت أمراض بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتعطل أنظمة الصرف الصحي. من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن استهلاك الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي يؤديان إلى أمراض عديدة مثل الكوليرا والإسهال والالتهاب الكبدي الوبائي. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة غالبية طرقات وآبار المياه، وهو ما دفع سكان المدينة لشرب المياه الملوثة. نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر فيه السكان على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار، وهو ما أسهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية، خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص إمدادات المياه برمتها. ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بالهجمات التي يشنها مستوطنون على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف مصطفى في بيان أن هجمات المستوطنين لن تثني الشعب الفلسطيني عن الصمود على أرضه وإفشال مخططات التهجير. ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال مقتل فتى إسرائيلي عثر على جثته في منطقة رام الله بالضفة الغربية. وإلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بالرصاص الحي، من بينها إصابة حرجة بالرأس في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية المغير شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أضافت المصادر ذاتها أن المستوطنين الإسرائيليين أضرموا النار في عدد من منازل القرية، ما أدى إلى إحراقها بالكامل. وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون آخرون مركبات لفلسطينيين قرب دوار عين سينيا شمالي رام الله، مما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال، وتعرضت عشرات المنازل للحرق في هجوم للمستوطنين على بلدة دوما جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وفي الأثناء قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة باستدعاء المزيد، وذلك بعد مشاورات أمنية أجراها على خلفية مقتل مستوطن. وأبدى جيش الاحتلال خشيته من تصاعد المواجهات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت من وقوع هجمات انتقامية من المستوطنين، مشددا على أن مثل تلك الهجمات التي قد تصاعد من الأوضاع ستضع قواته في مهمة وصفها بالصعبة. وتأتي تلك التطورات بعد عثور القوات الإسرائيلية على مستوطن مقتول في الضفة الغربية المحتلة بعد يوم من عمليات بحث واسعة النطاق شارك فيها مستوطنون هاجموا قرى، ووقعت صدمات وأعمال عنف في عدد من القرى والبلدات بين نابلس ورام الله. رفض القضاء الإداري الفرنسي طلبا قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بسبب العدوان على قطاع غزة. وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع إلى جانب رابطة حقوق الإنسان لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل حتى تمتثل لتعهداتها الدولية. ويشمل هذا الطلب تراخيص تصدير المعدات العسكرية المستخدمة في المدفعية بتحديد الأهداف، وأيضا المستخدمة في التصوير والرادارات، وذلك استنادا إلى الموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي طلب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. حزب الله اللبناني يكثف هجماته على القوات الإسرائيلية مواقع عسكرية في الجولان المحتل ومستوطنة بالشمال. أعلن حزب الله اللبناني شن هجمات بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت تمركزا للقوات في مستوطنة حانيتا بشمال إسرائيل. كما شن حزب الله هجمات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية بالجولان المحتلة. يأتي ذلك بعد أن شنت قوات الاحتلال غارات على عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان، حيث استهدفت قوات الاحتلال بلدات حولة وبيت ليف وطيبة ودير سريان وجبل الريحان تزامنا مع تحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان. أفادت وكالة الأنباء السورية بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي المزة في العاصمة دمشق. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بقيادة شرطة دمشق قوله أن الانفجار وقع في ساحة الهدى بحي المزة الذي توجد فيه عدد من السفارات، وأسفر عن أضرار مادية فقط. أعلن وزير الدولة الصومالي لشؤون الخارجية علي عمر أن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال. أضاف الوزير الصومالي أنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي. وأثارت إثيوبيا التي ليس لها منافذ بحرية خلافا دبلوماسيا مع مقديشو في يناير الماضي عندما وقعت اتفاقا مع أرض الصومال باستئجار 20 كيلومترا من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة. ووصفت الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه، على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991. دعا الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري في مالي إلى العمل على خريطة طريق تهدف إلى استكمال العملية الانتقالية في البلاد، وذلك بعد تأجيل انتخابات العودة إلى السلطة المدنية إلى أجل غير مسمى. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في بيان عن قلقه العميق إزاء الوضع الراهن في مالي، مؤكدا استعداد المنظمة للعمل مع السلطات المالية وكافة الأطراف المعنية من أجل إعادة النظام الدستوري ضمن المدة الزمنية المحددة بهدف تعزيز السلام والاستقرار في مالي.
وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الشكر للمستشار الألماني أولاف تشولتس على تقديم نظام باتريوت الجديد لكييف في وقت حرج. ودعا زيلنسكي جميع زعماء دول حلف الناتو إلى الاقتضاء بهذا النموذج، مضيفا أنه ناقش مع تشولتس الاستعداد لمؤتمر في برلين بشأن إعادة الإعمار وقمة في سويسرا حول السلام في يونيو المقبل. أعلن قائد الجيش الأوكراني الكولونيل جنرال أليكساندر سيرسكي أن الوضع على الجبهة الشرقية تدهور في الأيام القليلة الماضية. وأشار قائد الجيش إلى أن هذا التدهور جاء مع تكثيف روسيا هجماتها بالمدرعات واحتدام المعارك للسيطرة على قرية تقع غربي مدينة بخموت المدمرة. وأثار بيان قائد الجيش الأوكراني مزيدا من التوتر في كييف، إذ لا يزال الكونغرس الأمريكي يعرقل قرارا بمساعدات عسكرية مهمة توقعت كييف تسلمها منذ أشهر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على قرية في منطقة دونتسك. وأضافت الوزارة في بيان أنه تم رصد 8 هجمات مضادة أسفرت عن مقتل 235 من عناصر القوات الأوكرانية. وفي اتجاه كوبيانسك قامت وحدات من قوات مجموعة الغرب بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت 3 هجمات لقوات المسلحة الأوكرانية. بدأت أوكرانيا أعمال بناء مفاعلين بتصميم أمريكي في منشأة للطاقة النووية بغرب البلاد عقب هجمات روسية مدمرة على شبكة الكهرباء لديها. ووضع عمال في محطة خيملينسكي للطاقة النووية نهاية الأسبوع الماضي حجر الأساس للمفاعلين اللذين سيستخدمان تكنولوجيا أمريكية ووقودا أمريكي المصدر. ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة الأوكرانية وخفض اعتمادها على التكنولوجيا النووية الروسية. تستمد أوكرانيا حوالي نصف حاجتها من الطاقة النووية وجميع مفاعلاتها الحالية ذات تصميم سوفيتي، لكنها حولتها إلى استخدام الوقود الأمريكي. هذا وتقع محطة زابوريشيا أكبر محطة نووية تحت السيطرة الروسية منذ بداية الحرب. انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصا منها على مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وصلت الوزارة توزيع الهدايا على المرضى بالمستشفيات المختلفة، وذلك تزامنا مع قيام الوزارة بتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال الانتشار الأمني المكثف لتأمين المتنزهات والحدائق العامة والمنشآت الهامة والحيوية والمسطح المائي ودور العرض السينمائي وأماكن تجمع المواطنين، كما تشارك عناصر الشرطة النسائية في عمليات التأمين لفرض مظلة من الأمن والأمان للمواطنين خلال أيام العيد. ولادها أبطال أسود وقد وقد شاركت وزارة الداخلية من خلال فرق موسيقات الشرطة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الحدائق والمتنزهات بعزف الموسيقات المتنوعة التي تفاعل معها المواطنون. فاكرة هادي كانت زمان وبلدي جدا من بعدها
بالتزامن مع انتشار القوات، تشارك وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، حيث وجهت الوزارة مأموريات إلى عدد من المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية لتوزيع عبوات تحتوي كحك العيد على المرضى من يتلقون العلاج بتلك المستشفيات، في إطار الدعم المعنوي والنفسي المقدم لهم من قبل الوزارة لتحمل رحلة العلاج وآلام المرض. وعيش حرة يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا إحنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقت الظروف، مفيش أي قوة تهزنا. نشكركم على محبتكم وعلى زريتكم الحلوة، وفرحتونا وفرحتوا عيالنا، وربنا يفرح قلبكم، وكل سنة وانتم طيبين. دي حاجة فرحت قلوب بلادنا وفرحت قلوبنا، لان احنا طبعا فرحنا كتير لان هم افتكرونا افتكروا اولادنا. شكرا على الزياره الجميله دي، وبسطتنا ورفعت من روحنا المعنويه احنا والاولاد، والاولاد كانوا مبسوطين جدا. كل سنه وانتم طيبين، والف شكر للريس اللي مش ناسينا، وكل سنه وانتم طيبين. هذه اللمسه الانسانيه من وزاره الداخليه بمشاركتها فرحه العيد مع المرضى كان لها اثر ايجابي عليهم، فقد رسمت الفرحه على وجوههم ورفعت من روحهم المعنويه. يعني اولادنا كلهم فرحانين، والحمد لله ان انتوا بتزورونا، واطفالنا كويسين دايما طول ما هم بيشوفوكم. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دايما مش ناسينا وفاكرنا وبيفرحنا دايما وبيفرح اولادنا. احنا مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكايه مستمره من سنين، كل واحد فينا شرطه ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين. أبدى المرضى بالمستشفيات المختلفة فرحتهم بهذه المبادرة، ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية التي وفرت لهم أجواء من الفرحة والبهجة زادت من شعورهم بفرحة العيد. نشكر ضباط وزارة الداخلية اللي هم جم النهاردة وبسطوني وبسطوني وجابوا له لبس العيد. شكرا انهم فرحبني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل سنة وانتم طيبين. أحب أشكر الرئيس على الهدايا اللي قدمها لأطفال المستشفيات لإدخال الفرحة والسرور على قلبهم. أحب أشكر وزارة الداخلية على النهاردة على زيارتهم الجميلة للمستشفى وتوزيع ملابس العيد على الأطفال، وطبعا ده ليه إحساس حلو جدا عند الأطفال، وبيدخل السرور على قلوبهم وعلى قلوبنا إحنا كمان. ودي مش حاجة جديدة على وزارة الداخلية، يعني دي زيارات متكررة ومستمرة، ونتمنى أنها إن شاء الله تستمر في مناسبات تانية. مشاركة إيجابية من وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بالأعياد والمناسبات في إطار تفعيل الجانب الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية التي تواصل تحقيق مستهدفاتها في تقديم خدمة أمنية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية للمواطنين. تشهد حديقة الفنون إقبالاً كبيراً من المواطنين في الاحتفال بالأعياد، مع وجود مساحة كبيرة لألعاب الأطفال التي رسمت الفرحة على وجوههم، حيث سخر العاملون بالحديقة إمكانياتهم لخدمة المواطنين المحتفلين وتوفير كل الأجواء المناسبة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة لتهيئة الحدائق والمتنزهات لإسعاد المواطنين خلال احتفالهم بعيد الفطر المبارك. أجواء مبهجة لا زالت تتسم بها الحدائق والمنتزهات المختلفة احتفالا بأجواء عيد الفطر المبارك، ولكن هذه المرة كانت حديقة الفنون بمنطقة المنيل شاهدة على فرحة الأسر التي قصدت الحديقة كوجهة للتمتع بموقعها الجغرافي المتميز الذي يطل على نهر النيل، والتمتع بالمساحات الخضراء والتقاط الصور أمام هذا المنظر الجمالي الرائع. طبعا هي حديقة قريبة للمنطقة الجيزة، كويسة ونظيفة وعلى النيل، فالناس بتستمتع بالجو، اللي عايز يركب مركب بيركب، وكل سنة وهم طيبين. أول حاجة قعدت هنا كلت، وبعد كده لعبت شوية ودخلت الملاهي لعبت، وبصراحة الجو حلو جدا. هو هنا يعني أكتر حاجة عجباني في المكان هنا القعدة والنيل والمراكب، يعني أكتر حاجة حلوة عشان الملاهي، وكمان الجنينة بتبقى حلوة وكل حاجة بتبقى فيها حلوة. حديقة الفنون التي تقع على مساحة أكثر من 5000 متر مربع تتميز بتنوع أماكن الجلوس واصطفاف الطاولات على ضفاف النيل وتناول المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، وتعد من الأماكن التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في الاحتفال بالأعياد، مع وجود مساحة كبيرة لألعاب الأطفال التي رسمت الفرحة على وجوههم. طول عمري باجي هنا والأجواء هنا جميلة طبعا، وعلى قد إيدينا جيت وبسطت ولعبت، وجنينة حلوة ما شاء الله، وفيها هواء والشمس حلوة،
كل حاجة حلوة هنا، الأسعار حلوة فعلا جميلة، والخدمة حلوة جدا، وناس محترمين والله، والأسعار جميلة جدا. المكان جميل جدا ومنظم وحاجة زي الفل يعني، الحمد لله رب العالمين، عوضنا على حاجات تانية. جينا كل عيد بقضي أجازة العيد هنا مع عيلتي. مكان هنا بيعجبني، الخضرة بقى والبحر وكده والملاهي، مكان حلو. الأجواء حلوة والاختلاط هنا مع الناس حلو، والنيل وكل حاجة. العاملون بحديقة الفنون سخروا إمكانياتهم وكرسوا جهودهم لخدمة المواطنين المحتفلين وتوفير كل الأجواء المناسبة للتمتع، خاصة مع وجود طقس معتدل يسمح بالاستمتاع داخل الحديقة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة لتهيئة الحدائق والمنتزهات لإسعاد المواطنين خلال احتفالهم بعيد الفطر المبارك. محمود جميل، التلفزيون المصري. منبع المال والأعمال وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. شكرا سحر ناجي، شكرا إيمان منصور، أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلنت الحكومة عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح الموسم الحالي في مختلف محافظات الجمهورية. أشارت الحكومة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه للإرداب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزٍ. أكدت الحكومة اعتزامها التركيز على التنمية البشرية خلال السنوات الست المقبلة اعتبارا من العام المالي الجديد 2024-2025. وأشارت الحكومة إلى تنفيذ خطتها من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرية. هذا ولفتت الحكومة إلى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495 مليارا و600 مليون جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة ب 396 مليارا و900 مليون جنيه في العام المالي الحالي، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858 مليارا و300 مليون جنيه، مقارنة ب 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139 مليارا و500 مليون جنيه، مقارنة ب 99 مليارا و600 مليون جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها بسبب التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط، لكن النفط مني بخسارة أسبوعية بفعل توقعات سلبية من وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب العالمي على الخام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 79% مسجلة نحو 90 دولار و45 سنت للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75% إلى 85 دولار و66 سنت. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 82% لتصل إلى دولارين و68 سنت للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل نحو دولار و77 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين عشية زيارة الزعيم الألماني لبكين. ويتوجه شولتز إلى الصين نهاية هذا الأسبوع في زيارة حساسة تستغرق 3 أيام في وقت يشدد فيه الغرب لهجته تجاه بكين، سواء فيما يتعلق بممارستها التجارية أو قربها من موسكو. انخفض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى منذ عام 1993 ليصل إلى 304 مليارات دولار. وقد أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي تراجع الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من هذا العام إلى 15.5% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وكان الدين الخارجي الروسي
بشكل عام قد سجل أعلى مستوى له في عام 1999، وسجل 91% من حجم الاقتصاد الروسي. صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف بأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حظر على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي يعتبر قرارا مسيسا وغير مبرر. وقال أنتونوف إن قرار واشنطن يستند على الأرجح إلى تقارير مفادها أن أسعار الموارد لن ترتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة نفسها، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية من خلال إشراك الدول الخاضعة لها في العقوبات. أكد صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي اختار الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا لتتولى منصب المدير لفترة ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ من الأول من أكتوبر هذا العام. وجورجيفا هي ثاني امرأة ترأس صندوق النقد الدولي وأول شخص من اقتصاد الأسواق الناشئة، كما أنها هي المدير 12 للصندوق منذ تأسيسه في عام 1944. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وصحة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. أعلنت السلطات الأسترالية مقتل 6 أشخاص طعنا وإصابة آخرين بينهم طفل في هجوم على مركز تجاري في مدينة سيدني بمقاطعة نيو ساوث ويلز. وأكدت الشرطة الأسترالية مقتل منفذ الهجوم، لافتة إلى أنها لا تستبعد فرضية الدافع الإرهابي وراء الحادث. من جهته قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى الدوافع الحقيقية لمنفذ الهجوم. وافق مجلس النواب الأمريكي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية، ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأمريكية القيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة. ويشمل البرنامج خصوصا مواطنين غير أمريكيين في الخارج يتم الاطلاع على بريدهم الإلكتروني، فيما تندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات بشكل واسع بهذا النص المعروف باسم الفصل 702 من قانون المراقبة الخارجية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أي تعرض للفلبين في المنطقة سيؤدي إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك مع مانيلا. يأتي ذلك فيما اعتبرت الصين البيان الصادر عن القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين في واشنطن تدخلا في شؤونها الداخلية. عادت المخاوف من حدوث صدام عسكري في منطقة بحر الصين الجنوبي تطفو مرة أخرى على السطح مع تصاعد اللهجة بين القطبين الرئيسيين بكين وواشنطن. فمن البيت الأبيض أعلنها الرئيس الأمريكي واضحة أن أي تعرض للفلبين في المنطقة سيؤدي إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك مع مانيلا. وخلال القمة الثلاثية غير المسبوقة في البيت الأبيض التي جمعته بنظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أكد بايدن أن التزام الولايات المتحدة بأمن اليابان والفلبين لا يتزعزع. بيان القمة الثلاثية وصفه رئيس الفلبين بأنه إرهاص لتغير الآليات في بحر الصين الجنوبي والمنطقة. قمة البيت الأبيض قوبلت في بكين ببيان شديد اللهجة، حيث اعتبرت البيان الصادر عنها تدخلا في شؤونها الداخلية، واتهمت واشنطن وطوكيو بتصعيد التوترات في المنطقة، فيما اعتبرت وزارة الدفاع الصينية
التزام الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى بحلول نهاية العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، توجه خطير ستعارضه الصين بحزم. وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، على الرغم من الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة عام 2016، والذي وجد أن مطالبات بكين الشاملة ليس لها أي أساس قانوني. ووقعت سلسلة من المواجهات بين السفن الفلبينية والصينية في الشهر الماضي شملت استخدام خراطيم المياه والتراشق اللفظي، ويعني حدوث صدام عسكري في المنطقة التسبب في عواقب وخيمة ليس على الأمن الإقليمي في منطقة شرق وجنوب شرقي آسيا فقط، ولكن على الأمن العالمي وحرية التجارة العالمية بوصفه معبرا لنحو ثلث الشحن البحري في العالم. والآن أخبار الرياضة في هذه النشرة. مع أخبار الرياضة نتحول من جديد إلى فاطمة خليل. شكرا إيمان، شكرا سحر، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. خاض منتخب مصر لكرة الصالة تدريبه الأخير قبل مواجهة ناميبيا في الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب والتي ستقام غدا. كان المنتخب الوطني قد فاز في الجولة الأولى على ليبيا بنتيجة 4-0، وذلك بعدما أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات ليبيا وموريتانيا وناميبيا. إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل مانشستر سيتي إشعال السباق على لقب الدوري بالفوز الكبير على لوتون تاون بنتيجة 5-1 في إطار الجولة 33. وصل السيتي إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 73 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول اللذين لم يلعبا بعد في هذه الجولة. وفي مباراة أخرى حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه فريق توتنهام هوتسبير برباعية نظيفة في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد سانت جيمس بارك في افتتاح مباريات الأسبوع 33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 50 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة الإنجليزية، فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 60 نقطة في المركز الخامس. في الدوري الإسباني حقق ريال مدريد فوزا على مضيفه مايوركا بهدف دون رد في إطار الجولة 31 من عمر الدوري. بتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 78 نقطة في صدارة الليغا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر. وفي مباراة أخرى بالدوري الإسباني فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه جيرونا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الأسبوع 31، وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 61 نقطة مستمرا في المركز الرابع بجدول ترتيب الليغا الإسبانية، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 65 نقطة في المركز الثالث. في الدوري الألماني استعاد بايرن ميونخ انتصاراته بعد الخسارة في آخر جولتين، وذلك بالتفوق على ضيفه كولن بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب أليانز أرينا ضمن لقاءات الجولة 29 من الدوري الألماني. بتلك النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كولن عند 22 نقطة في المركز السابع عشر. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لسحر وإيمان لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل. غيب الموت الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر ناهز 58 عاما، وأجريت مراسم دفنها في مقابر العائلة اليوم. ولدت الفنانة الراحلة في الأردن عام 1967 لأب مصري وأم فلسطينية، وتخرجت عام 1991 في كلية الحقوق،
ولها مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها 31 عملا في الدراما والسينما والمسرح، وكان أولها دورها في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ومن أبرز أعمالها فيلم سواق الهانم عام 1994، بينما يعتبر مسلسل من الذي لا يحب فاطمة علامة فارقة في مشوارها الفني، وكان آخر ظهور لها في عام 2007 من خلال مسلسل أصعب قرار لتبتعد بعده عن الأضواء. رحم الله الفنانة شيرين سيف النصر. الآن مشاهدينا نتحول لمتابعة الأحوال الجوية مرة أخرى. فاطمة خليل إليك. شكرا صحة، شكرا إيمان، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 29، الصغرى 18، اسكندرية 24-16، مطروح 23-15، بورسعيد 25-17، إسماعيلية 30-15، وجوها حار. بالنسبة للسويس 30-16، العريش 26-14، طابة 27-17، شرم الشيخ 31-21، الغداء 31-20، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 35-19، أسوان 35-20، الوادي الجديد 33-17، شلاتين 31-20، حلايب 29-22، وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع أبرز لقطات هذا اليوم. تابعينا الكرام، من أثار
الحريق اللي تم في قاعة بلدية كسرى في المنطقة الجنوبية من البلدة. وبهذه اللقطات انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. إيران تعلن احتجازها سفينة تابعة لإسرائيل في مضيق هرمز، وواشنطن تجدد دعمها لتل أبيب في وجه أي هجمات. مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، ومطار العريش يستقبل طائرات المساعدات الدولية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل العدوان على غزة لليوم 90% على التوالي، وارتفاع الحصيلة لنحو 33,700 شهيد. تتم نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف عبدين. مساء الخير يا يوسف. مساء الخير يا إيمان. مساء الخير يا صحر، كل سنة وانتم طيبين. أكيد متوقع طيب حلقة مميزة، يعني إحنا لسه في أجازة عيد الفطر، وأكيد ننضم للمشاهدين لمتابعتك إن شاء الله. كل التوفيق ليكم، وشكرا جدا لإيمان، وشكرا لصحر، وشكرا كل صناع التاسعة ولحظات مشاهدينا. ونبدأ مع حضراتكم حالا التاسعة.